اليوم هو 11 من فبراير، وهو يصادف اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 تخصيص يوم دولي للاحتفال بالمرأة والفتاة في مجال العلوم والتكنولوجيا والوقوف على دورها البارز في مجال العلوم. وسنحاول في هذا الفيديو أن نسلط الضوء على المرأة العربية ومساهمتها البارزة في مجال العلوم، وذلك من خلال الوقوف على مجموعة من العالمات العربيات في هذا المجال. السلام عليكم. وأنا أبحث في الموضوع تفاجأت بالكم الهائل من العالمات العربيات في شتى الميادين والمجالات، فمنهن من كنت على دراية ومعرفة بهن، وأخريات لم أكن أعرفهن. والغريب في الأمر فإن الإعلام العربي لا يسلط الضوء عليهن إلا نادراً، وهنا تيقنت بأن إعلامنا العربي لا يسلط الضوء إلا على التفاهة، مع احترامي لبعض المنابر الإعلامية. وبما أن محتوى القناة هو المحتوى الهادف، فمن واجبنا بل لزاما علينا أن نسلط الضوء على هؤلاء النسوة، لأنهن حقا يستحقن وزيادة. وأثناء بحثي وجدت الكثير والكثير من العالمات العربيات، وحتى لا يكون الفيديو طويلا ومملا حاولت الاكتفاء بعشر عالمات عربيات، كل واحدة منهن من دولة عربية. وهذا لا يعني أننا قد تجاهلنا العالمات الأخريات، وإنما ستكون لنا وقفة معهن في قادم الفيديوهات بإذن الله. وسنبدأ مع العالمة العربية المغربية كوثر حفيظي. كوثر حفيظي هي امرأة مغربية استطاعت الوصول إلى زعامة قسم الفيزياء بمختبر أرجون الأمريكي، وهو واحد من أكبر المختبرات الأمريكية، وذلك بعد أن راكمت عدة تجارب وخبرات في البحث العلمي بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. فبعد حصولها على درجة الباكالوريا شعبة العلوم الرياضية من مدرسة مولاي يوسف الثانوية بالمغرب، التحقت كوثر بجامعة محمد الخامس بالرباط واختارت شعبة الفيزياء. بعد حصولها على شهادة الباكالورياس وشهادة الدراسات المعمقة، ذهبت إلى فرنسا في عام 1995 وحصلت على الدكتوراه في عام 1999 من جامعة باريس الجنوبية في مجال الطاقة الذرية. في نفس العام قررت الذهاب إلى الولايات المتحدة وانضمت إلى المختبر الأمريكي للبحث والتطوير. بعد 3 سنوات شغلت منصب عالم فيزيائي مساعد قبل أن تحصل في عام 2006 على درجة فيزيائي. بالإضافة إلى ذلك عملت في وزارة الطاقة بين عامي 2013 و2014، وعادت إلى مختبر أرجون سنتي 2015 و2016. ساهمت كوثر حفيظي حسب بيان صحفي أصدره مختبر أرجون في تطوير مشاريع المختبر بشكل كبير، خصوصا في الأبحاث المتعلقة بالنيكليون النووية، كما استطاعت بناء علاقات قوية داخل المجتمع الفيزيائي الأمريكي. حازت كوثر على عدة جوائز في تشجيع التعددية داخل المجتمع الفيزيائي الأمريكي، منها جائزة مختبر أرجون للتعددية في العلوم والتكنولوجيا، وأصدرت ما يقارب 140 منشورا علميا في مجالها. غادة لمطيري عالمة ومخترعة وسيدة أعمال سعودية، ولدت في 1 نوفمبر 1976 بالولايات المتحدة لأبوين سعوديين، وهي أستاذة الكيمياء الصيدلية وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو، والمدير العام لمركز التمييز في طب النانو والهندسة في معهد الطب في جامعة كاليفورنيا سان دييغو. ويتركز عملها على طب النانو وتقنية النانو والكيمياء والعلوم البوليميرية،
حصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة الابتكارات الجديدة لمدير المعاهد الوطنية للصحة في عام 2009 لعملها على استراتيجيات الاستجابة المضخمة كيميائياً للعلوم الطبية، كما أنها حصدت أكثر من 10 براءات اختراع أمريكية ودولية في مجال التقنية الدقيقة. وأهم هذه الجوائز هي جائزة الإبداع العلمي من أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية HIN وقيمتها 3 ملايين. شادية رفاعي حبال من مواليد حمص سوريا، هي عالمة فلك وفيزياء سورية أمريكية وابنة عالم النفس السوري الدكتور نعيم الرفاعي. أستاذت كرسي فيزياء شمسية في جامعة ويلز في بريطانيا، وتتركز بحوثها حول الرياح الشمسية وكسوف الشمس. عملت كباحثة لمدة عام واحد في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في بولدر، ثم عينت باحثة في مركز فيزياء الفضاء سميث سونيان التابع لجامعة هارفارد، وبقيت ما يزيد عن عقدين من الزمن وحصلت على كرسي الأستاذية في جامعة ويلز في بريطانيا عام 2000. وفي سنة 2002 تم تعيينها محررة في مجلة البحوث الجيوفيزيائية قسم فيزياء الفضاء. ترأست 10 حملات علمية لرصد كسوف الشمس حول العالم، حيث زارت أماكن مثل الهند والصين وفرنسا، وقادت عدة فرق علمية مشاركة في دراسة الهالة الشمسية أثناء الكسوف بالتعاون مع وكالة ناسا في عام 2006، 2008 و2009. كما لعبت دورا رئيسيا في الإعداد لرحلة المسبار الشمسي لوكالة الفضاء الأمريكي ناسا، وهو أول مركبة فضائية تدور فعليا داخل الهالة الشمسية، وتقدمت بحوالي 90 ورقة بحث لمجالات التحكيم العلمية، كما شاركت ب30 بحثا في المؤتمرات العلمية، كما أنها قائدة حركة أكاديمية لنساء العلم عرفت باسم النساء المغامرات. وداد إبراهيم المحبوب هي عالمة فضاء سودانية في وكالة ناسا، ينضوي عملها على وضع المعادلات الرياضية الخاصة بالصواريخ والمركبات الفضائية، وهي أستاذة الفيزياء والرياضيات التطبيقية بجامعة هامبتون بولاية فيرجينيا. تعمل المحبوب هذه الفترة على دراسة كوكب المريخ واكتشاف أسراره والثروات المعدنية بالكوكب الأحمر. درست الكواكب وطرق تحليلها في وكالة ناسا، تعتبر أول عالمة عربية مسلمة تصل إلى هذه المناصب الأكاديمية والعلمية. وتقديرا لجهودها العلمية والتكنولوجية، حظيت المحبوب بعدد من الجوائز المادية والمعنوية من وكالة ناسا ومجموعة من المؤسسات العلمية في أمريكا، كما تعتبر عضوا في لجنة تدير القمرين الاصطناعيين إيميز وكاليبوسو. غادة محمد عامر عالمة وباحثة مصرية في مجال هندسة القوى الكهربائية، وهي نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما أنها أستاذة هندسة القوى والآلات الكهربائية في كلية الهندسة، وهي كذلك مدرب تنفيذي وحكم في المجلة العلمية لمعهد البحوث في الإدارة والهندسة في المملكة المتحدة منذ 2016، مؤسس مشارك لمجموعة الجابر للأبحاث الطبية في فرنسا وأبوظبي منذ 2014، كما تولت منصب مدير دعم التكنولوجيا والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عام 2016، وتم اختيارها ضمن قائمة أهم 20 امرأة في العلوم والتكنولوجيا الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي. سهى القشاوي سهى القشاوي مهندسة متألقة، ولدت في غزة لتعيش حلمها بين النجوم وتحلق عاليا في سماء الإبداع. درست هندسة البرمجيات في جامعة هيوستن بأمريكا، وبعد تخرجها مباشرة بدأت المهندسة بالعمل في برنامج المكوك الفضائي للإنسان في الولايات المتحدة. والآن تصنف القشاوي بأنها كبيرة المهندسين البرمجيين في البرنامج الفضائي الأمريكي. تقول: نصيحتي للفتيات الشابات حول العالم،
امتلكي دوما حلما كبيرا، واعملي بشكل قاسي من أجل أن تجعلي من حلمك حقيقة. رنا الدجاني ولدت لأب فلسطيني وأم سورية، وهي تصف نفسها نصف فلسطينية ونصف سورية بجواز سفر أردني. هي باحثة أردنية متخصصة في بيولوجيا الخلية، تخرجت من كلية العلوم من الجامعة الهاشمية سنة 1989، وحصلت على شهادة الدكتوراه في البيولوجيا الجزئية من جامعة أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2005. تتركز اهتماماتها البحثية في مجال إشارات الخلية، وهي من الأساتذة المتميزين في الجامعة الهاشمية في المجال البحثي والتدريسي والمبادرات التطوعية. انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل كباحثة مساعدة في جامعة أيوا عام 2000. اختيرت واحدة من 20 عالماً الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي في عام 2014، وكانت على قائمة 100 من النساء الأكثر تأثيراً في العالم العربي عام 2014. مريم مطر. مريم مطر هي عالمة إماراتية تعد من أهم مؤسسي جمعية الأمراض المتوارثة جينياً في الإمارات، والتي تترأسها. فقد تمكنت من خلالها من القيام بنشر التوعية ضد مخاطر الأمراض الجينية، وعلى وجه التحديد مرض التلاسيميا الذي يشكل خطراً على المواطن إذ لم يتم الإشراف عليه بمسؤولية. دخلت الدكتورة الإماراتية مريم مطر لائحة أكثر 20 امرأة تأثيراً في حقل العلوم في العالم الإسلامي، وذلك بعد الإنجازات الضخمة التي حققتها في حقل العلوم والأبحاث المثمرة التي أجرتها حول العديد من الأمراض. هدى بسليم من اليمن تعتبر رئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة، وهي خبير منظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط وعضو لجنة الخبراء في ترصد الأمراض غير السارية، باحث رئيس في عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، منظمة الصحة العالمية، مؤسسة المستقبل، منظمة سول للتنمية، والصندوق الاجتماعي للتنمية. لها مشاركات عديدة في مجموعة من المؤتمرات والندوات وأوراش العمل دولية وعربية ووطنية في مجال الصحة العامة والوبائيات ومكافحة السرطان ورعاية الطفولة والشباب والصحة الإيجابية والدراسات النسوية. ونختم هذا الفيديو بالعالمة الجزائرية حليمة بنبوزة. هي باحثة جزائرية حصلت على المرتبة الأولى كأفضل عالمة عربية سنة 2013 في مجال البيوتكنولوجيا. حصلت حليمة على شهادة الدكتوراه في دراسة تهجين النباتات وعلم الوراثة من جامعة جون بلوكس البلجيكية، وتعمل مؤخرا على أبحاث علمية تهدف إلى تطوير علاج الأمراض المزمنة في مركز البحث في البيوتكنولوجيا، وهو المركز الأول من نوعه في الجزائر. في أبريل 2010 تم تعيينها مديرة لمركز قسنطينية لأبحاث التكنولوجيا الحيوية، وكانت مهمتها الرئيسية هي بدء إنشاء المركز وتنظيمه الإداري والفني والعلمي. ثم فتحت كيانات أخرى عبر الدولة وتولت مهامها في مايو 2010. في عام 2014 حصلت على جائزة أفضل عالمة نسائية في العالم العربي، المرأة في قاعة المشاهير العلمية التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية. حقيقة ما أثار انتباهي هو أن أغلب هؤلاء العالمات حققوا هذه النجاحات في بلدان غير بلدانهم، وهذا مؤسف أن نجد عدم اهتمام الدول العربية بالبحث العلمي والتطور العلمي، مما يدفع هؤلاء العقول المبدعة سواء من الرجال أو النساء إلى الهجرة للبحث وتفجير طاقاتهم هناك. إذن هذا كل شيء في هذا الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا، وإلى ذلك الحين أقول لكم إلى اللقاء.